أهلا بكم. ينطلق اليوم مؤتمر دور المرأة في دعم الطاقة في معرض أجبس للبترول وبحضور عدد من الوزيرات على رأسهن وزيرة الاستثمار سحر نصر ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. للمزيد حول هذا الشأن تنضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر بالقاهرة الجديدة مراسلتنا الزميلة دينا حوادق. دينا أهلا بك. بالتأكيد هناك نقاط هامة سيتم إلقاء الضوء عليها في هذا المؤتمر، ما هي أهم هذه النقاط الرئيسة؟ نعم سيد، مساء الخير. يعني نحن الآن متواجدون في قاعة المنارة بمركز مصر للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. كما ذكرت في الخبر، نحن الآن بصدد انطلاق المؤتمر الخاص للمرأة دعم المرأة بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكذلك الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ومن المفترض أيضا أن يحضر وزيرات من الدول العربية وعدد من الباحثين والخبراء في هذا المجال. ربما أبرز المحاور التي سوف يتم التركيز عليها هي الفرص والتحديات التي تواجه المرأة في قطاع البترول والغاز الطبيعي. إذا انتقلنا بالحديث عن المؤتمر بصفة عامة، فمنذ قليل كنا نتواجد في الجناح الخاص بالشركات العارضة في مركز مصر للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، والذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس بحضور بالتأكيد عدد من الوزراء المصريين، ربما على رأسهم المهندس طارق الملا وزير البترول والغاز الطبيعي. وكان ما بين الحضور أيضا سكرتير عام منظمة الأوبك ورئيس مجلس إدارة البترول العالمي، وكذلك عدد من الخبراء والباحثين. إذا تحدثنا عن مشاركة الشركات العالمية والمحلية، بنتحدث عن 400 شركة محلية وعالمية، وأيضا هناك 11 جناحا للدول العارضة ما بين الدول الخليج والدول الأوروبية. أيضا على هامش هذا المعرض بيقام بعض الندوات رئيسية وندوات فرعية للحديث عن مجال البترول والطاقة. أيضا تحدث المهندس طارق الملا وزير البترول والطاقة في والثروة المعدنية في بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أول أمس عن أهمية هذا القطاع الواعد، وكان أيضا تحدث عن فرصة هذا المعرض كونه منصة للحديث عن ما جرى داخل مصر من إصلاح اقتصادي أو إصلاحات حكومية أثرت بشكل كبير إيجابية على هذه الصناعة، وأيضا إصدار قانون الاستثمار وسوق الطبيعي وقانون سوق الغاز الطبيعي. من التأكيد هذا القطاع الواعد وأيضا اكتشافات البترول الذي حدثت بالفعل العام الماضي، وأخيرا كان اكتشاف حقل ظهر الأسبوع الماضي بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقل ظهر الافتتاح المبكر، وكذلك أيضا اكتشافات الغاز في شمال الأسكندرية من حقل نورس أو أتول. أيضا تحدث عن أن نصيب مصر من الغاز ارتفع بنسبة 1,600,000,000 متر مكعب. أعود إليك مرة أخرى. إذن دينا، من خلال مؤتمر دور المرأة في دعم الطاقة في معرض أجبس البترول، هناك وزيرات وهناك ممثلات حول دور المرأة في دعم الطاقة من خلال الفرص والتحديات التي تواجه المرأة في قطاع البترول. بالتأكيد أن جلسات هذا المؤتمر ستحمل الكثير من النقاط والأوراق في انتظار الجديد عندما نعود إليك مرة أخرى. شكرا دينا حويدق مراسلة أون لايف من قاعة المنار بالقاهرة الجديدة. شكرا جزيلا.